أعزائي الطلاب وطالبات، نرحب بكم في خدمة الدروس ومع درس جديد الصف الرابع الابتدائي بعنوان الماء، كيف نحصل على الماء العذب، ما بعض استخدامات المياه. إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ أحمد عسيري. بإذن الله سنتعلم في هذا اليوم كيف نحصل على الماء العذب، 2 مفهوم البئر، 3 عمل محطات تنقية المياه، 4 بعض استخدامات المياه، أخيرا بعض طرق المحافظة على الماء. نشاهد في كثير من البلدان الماء يتواجد إما على هيئة بحيرات أو سدود أو أنهار، إما بحيرات أو سدود أو أنهار. أيضا يخزن الماء في صهاريج عملاقة، هذه كلها نسميها خزانات للمياه. هناك خزانات طبيعية اللي هي السدود والبحيرات والأنهار، أما الصناعية هي الصهاريج التي من صنع البشر، وتختلف الخزانات في أحجامها الصناعية، فمنها الصغير الذي يوجد في المنازل ومنها الكبير جدا الذي يغطي المدن. إذن الخزان مكان يجتمع فيه الماء، أي مكان يجتمع فيه الماء نسميه خزان. نعلم أن المياه الجوفية توجد في جوف الأرض تحت سطح الأرض، كيف نستطيع الوصول لهذه المياه الجوفية؟ عن طريق ماذا؟ الجميع يعلم أننا لكي نصل إلى المياه الجوفية فإننا نحفر حفرة، والجميع يعرف هذه الحفرة نسميها ببئر، نسميها بالبئر. إذا البئر هو عملية حفر لكي نصل إلى المياه الجوفية. إذا يحفر الإنسان حفرة عميقة للوصول إلى فراغ وتسمى الآبار، للوصول إلى المياه السطحية أم الوصول إلى البحيرات أم 3 الوصول إلى المياه الجوفية. لماذا نحفر البئر؟ لنصل إلى ماذا؟ ممتاز، لنصل إلى المياه الجوفية. إذا هو الاختيار الثالث، لنصل إلى المياه الجوفية. هل ممكن أن نأخذ المياه من الآبار أو من البحيرات أو الأنهار مباشرة ونشربها؟ ممكن أن تكون ملوثة بعدة ملوثات، إما مواد كيميائية أو ممكن ملوثة بالغبار والأتربة. إذا ماذا نفعل لكي نشرب الماء العذب؟ لابد أن تمر على محطات لتنقية المياه، ومحطات تنقية المياه يوجد فيها مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي تنقية المياه من الشوائب، والمرحلة الثانية هي تعقيم المياه. المرحلة الثانية هي تعقيم المياه. إذن عملية التخثر أو التخثير والترسيب والترشيح هذه لتنقية المياه من الشوائب. إذن هذه المرحلة هي مرحلة تنقية من الشوائب. المرحلة الثانية إضافة المعقمات، إضافة المعقمات، هذا كله لتعقيم الماء من ما يكون فيه من ممكن كائنات دقيقة. إذا المرحلة الثانية مرحلة تعقيم. إذا المرحلة الأولى تنقية من الشوائب، والمرحلة الثانية تعقيم. هذا هو عمل محطات تنقية المياه. إذا الماء العذب لا يكون نقيا دائما، فقد يحتوي على بكتيريا ضارة، هل هذا الكلام صحيح أم أنه كلام خاطئ؟ نعم كلام صحيح، ولكي نتخلص من البكتيريا الضارة
يجب علينا تنقية المياه في محطات التنقية. نحن نستخدم الماء بشكل يومي، ومن أهم استخدامات الماء على سبيل المثال ري المحاصيل، أي سقيا، عملية سقيا الزرع أو المزروعات. والري له عدة أنواع، إما بتوصيل إمدادات إلى الزرع عن طريق التوصيلات اللي هي المواسير، أو ممكن يكون عملية الري عن طريق الرش ما واضح في الصور اللي أمامنا، أو ممكن عن طريق حفر خنادق للماء. أيضا نستخدم الماء في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية. الطاقة الحركية للماء ممكن أن نحولها إلى طاقة كهربائية وننتج منها تيار كهربائي. إذن هو عملية تحويل الطاقة الحركية للماء إلى طاقة كهربائية. أيضا نحن نستخدم الماء للبحار مثل البحار والمحيطات، ونقل كميات كبيرة جدا من البضائع على سفن الإبحار لكونها تحمل الكثير من البضائع. أيضا ممكن نستخدم الماء للترفيه كما في الألعاب المائية، يستخدم أيضا الماء للتسلية والترفيه كما هو واضح في الألعاب المائية المنتشرة حول العالم. أيضا يستخدم في الرياضة كالسباحة، والسباحة من أهم الرياضات الموجودة في عالم الرياضة. بعد أن عرفنا مصادر الماء واستخدامات الماء، الآن نصل إلى مرحلة المحافظة على الماء وكيف نحافظ على الماء. أول شيء بمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة. تمر مياه الصرف الصحي بمراحل تنقية وتصفية، وذلك لنستخدمها في الزراعة. هذا من محافظة على الماء. أيضا عدم الإسراف في الماء وعدم الإهمال، يعني إقفال الصنبور جيدا بعد استخدام الماء. أيضا إصلاح الأعطال الموجودة في توصيلات المياه، في مواسير المياه، حاول ولو كان العطل بسيط، فقطرة وراء قطرة قد تهدر كمية كبيرة جدا من الماء وأنت لا تشعر بها. لذلك يجب أن تحافظ على الماء بإغلاق الصنابير، أيضا بإصلاح التالف من التمديدات. تستعمل مياه المجاري مباشرة للزراعة. هل نستخدمها مباشرة للزراعة من دون أن نعمل عليها أي شيء؟ هذا الكلام خاطئ جدا، ولكن نعمل لها عملية تنقية من ثم نستخدمها في الزراعة. وصلنا إلى التقويم الختامي. لدينا 3 مصطلحات في اليمين و4 تعاريف في اليسار. سنصل المصطلح المناسب بالجملة المناسبة في اليسار. أولا الخزان، هل هو عملية توصيل الماء للتربة الزراعية؟ أم مكان طبيعي أو صناعي يجتمع فيه الماء؟ أم يتكون من قطع أو طبقات رسوبية متلاصقة ببعض؟ أم ثقب يحفر في الأرض ليصل إلى المياه الجوفية؟ إذن الخزان هو مكان طبيعي أو صناعي يجتمع فيه الماء. البئر، البئر عملية توصيل الماء إلى التربة الزراعية؟ أم أنه يتكون من قطع أو طبقات رسوبية متلاصقة ببعض؟ أم أنه ثقب يحفر في الأرض ليصل إلى المياه الجوفية؟ نحن تعلمنا أن البئر عبارة عن ثقب يحفر في الأرض ليصل إلى المياه الجوفية. عملية الري، هل هي عملية توصيل الماء إلى التربة الزراعية؟ أم أنه يتكون من قطع وطبقات رسوبية متلاصقة ببعض؟ نحن عرفنا أن الري هي عملية سقي النبات، أي توصيل الماء إلى التربة الزراعية. اليوم تعلمنا
كيف نحصل على الماء العذب، وما هي محطات تنقية المياه العذبة اللي تمر بمرحلتين، مرحلة تنقية ومن ثم مرحلة تعقيم، وخزانات المياه اللي هي مكان يجتمع فيه الماء، وأيضا تعرفنا على بعض استخدامات الماء مثل الألعاب والرياضة، وأيضا في الاستحمام والاغتسال والوضوء، أيضا في نقل البضائع كما في البحار والمحيطات. أخيرا بعض طرق المحافظة على الماء مثل إقفال الصنابير وإصلاح التمديدات التالفة. بكذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، آملين أن نكون قد استمتعنا واستفدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.